بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب ومراجع لتوزيعات منهارو. اوكي، بتقول لي ليش قلت منهارو؟ صح، لانه كثير قال تقول انت تقول منهارو ليش يا اخي؟ اسهل على الحلق، اسهل من منجارو. هذا اولا. ثانيا، هي اساسا الكلمه هذه تنطق منجارو او منهارو. اعطيكم معلومه لغويه، كوني اساسا لغوي متخصص لغويات. الكلمه هذه اساسا من اللغه السواحليه. منهارو عباره عن جبل اسمه كليمنجارو او كليمنهارو، موجود في تنزانيا وهم سموه عليه، وخلاص انتهى الموضوع. طبعا معلومات هذه تحصلها في ويكيبيديا، وكان ما جبت حاجه من راسي. زين، طيب الان ننتقل الى التوزيع. طبعا ما في فليكس كورسز واعلانات هالمره، بس شوفوا الوصف يمكن في حاجه تعجبك. زين، هذه حاجه بس عشان اللي شفتوها وبتخلص بسرعه هي. طيب، اول حاجه راح نلاحظها الان في التوزيع، طبعا نستخدم XFCE لان هي الواجهه تقريبا نوعا ما هي الواجهه الرسميه عندهم، وهي الواجهه اللي دائما يسوقون لها، وهي الواجهه الافتراضيه، ومن يوم عرفنا هذه التوزيع وهي XFCE، لذلك انا اخترت XFCE. زين، اول شيء تشوفه هو ويلكم تو مانجارو او ويلكم تو مانهارو. هنا عندنا هنا زر اسمه ابلكيشنز، من هنا الزر هذا انت راح اسوي لك تجميعة برامج انت قد تحتاج انك تثبتهم. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، انت ممكن تضغط على براوزرز هنا تقول هو انا ممكن احتاج براوزر كروميوم، اوكي انا حط علامه صح هنا، اوكي انا ممكن اروح الايميلات، ممكن احتاج مثلا برامج حقت مثلا اوديو مثلا، ممكن انزل ريذم بوكس، بعدين تسوي ابديت سيستم، تحط الباسورد طبعا، تمشي حياتك. زين، هذا اول حاجه. الحاجه الثانيه اتكلم عنها هو حاجه تقريبا جيده جدا، انت ممكن تروح تشوفها من خلال السيتنجز زي ما سويت قبل شوي. انزل شوي راح تشوف منجارو سيتنجز مانجر. زين، لما ندخل على السيتنجز مانجر الخاص بمنهارو، الان نروح على كيرنل، هنا راح نشوف الكيرنل او الكيرنلز المتاحه. زين، طبعا الكيرنل اللي ما يعرف الكيرنل هي الاداه اللي تربط ما بين البلاستيك واللي مو بلاستيك، بلاستيك والهواء، اللي هو الهاردوير اللي عندك، العتاد والبرمجيات. جيد، فاذا كان عندك قطع معينه شغلات زي هذه، الكيرنل يعني هي مسؤوله عن الامور هذه. جيد، طيب فعندنا طبعا الان الكيرنل الموجود هو لونج تيرم سبورت LTS، يعني طويله الدعم، هي الاصداره هذه 4.19.19 هذه الافتراضيه. هذا من ناحيه الكيرنل. طبعا بتركب شيء بتعدل هنا حتى على راحتك، ولكن الكيرنل يفضل انك دائما تستخدم حاجه طويله الدعم. زين، ولكن في بعض الاحتياجات احيانا تقول انا ما اقدر، عندي قطعه معينه احتاج اغير النواه، خذ راحتك. التوزيعه هذه هي بنت ارتش لينكس. زين، هذه معلومه مهمه جدا. ارتش لينكس هي توزيعه رشيقه جدا ومعروفه بالسرعه، مو مساله السرعه يعني بالذي في سرعه في تنفيذ وتحميل البرامج، ممتاز جدا. وانا كنت من الناس اللي استخدمتها سنتين وكانت توزيعه جباره. ولكن الان ننتقل للخطوه اللي بعدها. عندنا ايضا هنا في وين في الهاردوير سيتنجز، اتوقع هنا، لا وين راح، اي هنا ممكن انزل تحت. هنا فيه حاجه ظريفه جدا مع النواه، طبعا هذه انه الان صار فيه طبعا انا شغال فيرتشوال بوكس، بس لو اني كنت مثبتها على جهازي، ويبدو انه بثبتها بس مو بالحين، يمكن بعد شهر. زين، بتشوف ان التعريفات طالعه عندك، بتشوف انفيديا مثلا، بتشوف الشله الدرايفرات اللي عندك، فمن هنا تقدر تختار الدرايفرات اللي تحتاجهم، التعريفات طبعا، تثبت اللي تبي، اللي ما تبي تشيله. وايضا صار في نوع من الاوبتمايزيشن، يعني كيف يعني صار في تحسين، صار فيه عمليه ممتازه ما بين البتاع الهاردوير وبين الكيرنل. الان طبعا هذا يعود لفضل الكيرنل نفسه وليس لهذا البرنامج فقط. طيب، هذا فقط قاعد اثبت لك وحذف لك، بس انت تختار من هنا اللي المناسب والافضل وتشوف وتستخدم. الان هذا خلصنا منه. بالنسبه للسيتنجز الان خلصنا من الكلام فاضي، اشياء غير محسوسه صح اللي قلتها قبل شوي، خلينا نشوف الاشياء المحسوسه. زين، عندنا اولا الثيمز. انا خق، انا استانس، انا انبسط على شيء اسمه خلفيه، على شيء اسمه شكل، على شيء ما ادري ايش، ايقونات، تحس انك عندك كمبيوتر. الايقونات والشكل والثيمات هذه خطيره جدا. طبعا المطورين او تحديدا الاكسس اي هذه النسخه، انا ما ادري كم كان نسختها، من هنا طلع النسخه هيلب نو وينو نوتيفيكيشنز، خلينا نشوف نكتب هنا اكسس سي اي تيرمينال، اكسس سي مانجر، وين راح؟ كيف اطلع الاكسس اي النسخه؟ لا هذا بسجل خروج، ممكن اكتب اباوت مي اباوت اكسس اي من هنا. تمام،
اللي هي 4.13. طبعا هنا في حاجة اللي اسمه في انجن محرك حق ثيمات حق واجهة اسمه كوفانتوم. فهم استغلوا المنطقة هذه. الكوفانتوم الغاية منه فيه تطبيقات تشتغل على كيوت على كيوتي تمام. مش كل شكلها مختلف, ولكن الكوفانتوم الآن صار يقدر يربط لك الثيم يشغله هناك على الكيوتي وامورك طيبة. زين خلونا نتفرج سريعا على وش عندهم من شغلات. انا بالنسبة لي اللون هذا عجبني كثير طبعا لانه يشبه لينكس مينت, فانا احب لينكس مينت واشكال لينكس مينت. ولكن خلونا نشوف وش تغير. تلعب علي انت ولا صغر هذا ما شاء الله. عندنا بعض الاطقم حقت الايقونات فونت سيتنجز الى اخره. طبعا انتم عارفين ايش هذا زين, فما ليش اضيع في وقت هذا. انت تجلس لحالك كذا تمخمخ بالليل وتسوي اللي تبي. عندك طبعا في حاجه جديده في الديسبلايز هنا زين, انه صار ممكن طبعا بالديسبلاي اللي هو يخص الشاشات, بس انا بشكل مو قادر افتح له. صار ممكن هنا من خلال ادفانسد انك تسوي بروفايلز, يعني اذا كان عندك كذا شاشه, وهذا ممكن بعض الناس عنده شاشتين ثلاثه ما ادري زين, فانت ممكن تحفظ البروفايلز هنا. والله بروفايل هذا مثلا حق البرمجه انه انا ابغى الشاشه هذه تكون مثلا فوق, الشاشه هذه تكون تحت, فانت ممكن تسوي بروفايلز هنا وتبدل ما بينهم. هذا بالنسبه لي الديسبلاي. حاجه ثانيه, خلونا نتفرج على التطبيقات اللي موجوده مع السيستم هذا. ما اقدر اشوفهم كلهن, بس خلينا نشوف اهم الاشياء. لو دخلنا مثلا على الادكيشن هنا تمام, ليبر اوفيس ماث موجود. طبعا هذه اخر نسخه من ليبر اوفيس موجوده. دائما ارتش لينكس وبنات ارتش لينكس تعطين ارتش لينكس يكون فيها احدث الاصدارات, احدث شيء يسمونها بليدنج ايدج, يعني مره واقف على الحد زين. بالنسبه للالعاب انا مو بصاحب العاب, ولكن حاطين ستيم هنا جيد. جرافيكس حاطين لك ايش مش هذا كلر غريب انه ما حطوا ذا, حاطين لك اليجنت وجيمب. كريتا ممكن تنزله انت بعدين لو تبي. الانترنت طبعا فايرفوكس هو الافتراضي على عكس بعض التوزيعات. فايرفوكس صار مو بالافتراضي, صار كروميوم وبعضهم ميديوري زين. ولكن ثندر بيرد ايضا هو حق البريد. عندك هنا المالتي ميديا واهم شيء في ال سي موجود, الباقي غير مهم صراحه. انا اهم شيء عندي في ال سي زين. الاوفيس طبعا زي ما انت شايف كل برامج الاوفيس اللي تحتاجهم, علاوه على هذا انهم حاطين لك هنا مثلا الوورد اونلاين, فممكن تضغط هنا زين. طبعا هذا خاص للجماعه حقين اللي عندهم وورد ومستخدمون الوورد, فهذا راح يوديك على مايكروسوفت استغفر الله زين. عموما هو مجرد لينك راح يفتح لك موقع حق مايكروسوفت, واستغفر الله طبعا المفروض ما نستخدمه, نستخدم حاجه ثانيه جوجل مثلا كلهم زي بعض. طيب ما علينا, احنا مو بهذا هدفنا زين. برمجيات حره الى اخره, في ناس مضطره انها تتعامل مع هذه الملفات لدراسه لايا كان, وما يقدر يجبر الناس تستخدم ليبرا اوفيس. طيب احنا خلصنا من هذا الموضوع. الان بعد ما شفنا كيف نقدر نحصل على منجارو, طبعا سريعا بس قبل ما نشوف كيف نحصل عليها خلينا نشوف الديسكتوب سيتنجز وش عندهم الخلفيات. انا صراحه دائما اذا جربت توزيعه ميزه من ميزات مراجعه التوزيعات لكم صراحه اني اخذ الخلفيات حقت هذولا. لذلك احنا ممكن نغير خلفيه سريعا زين, احس اني سويت شيء على الاقل غيرت شيء زين. كيف نحصل على هذه التوزيعه؟ اروح على منجارو او منهارو.org من هنا choose edition and download. هنا راح نروح على choose edition and download, وبعدين ممكن تنزل تحت شوي تشوف عندك الاديشنز كثرهم ما شاء الله. في عندهم XFCE, KDE, open box, في عندهم cinnamon, في عندهم i3, في عندهم awesome, في عندهم بودجي ما ادري وش هذه, في حاجه حتى زي بودجي هذه ما عمري استعملتها انا. في ماتيه, في XFCE edition هذه حق الديفلوبرز. طبعا هي في حاجه ديفلوبرز, في حاجه اللي هي نستخدمها الان اللي هي عاديه زين. طيب فانت مجرد تكبس هنا يا عزيزي راح يوديك مباشره على صفحه الداونلود. هنا ممكن تشوف الشيء الجديد وتحمل حسب اللي تبي, تورنت او تبي مباشره. الان هل هذه التوزيعه انصح فيها او لا؟ لانه كثير يقولون حطها سوي مراجعه وانصح فيها. انت طبعا انصح فيها زين, عادي جدا, وتركبها انت تنبسط. توزيعه بسيطه جدا ومبنيه على ارتش لينكس, وشوف التفضيلات اللي انت تحبها. طبعا اذا كنت اساسا تعرف ارتش لينكس او تعاملت معها راح تنبسط كثير. التوزيعه ايضا سهلت موضوع انه ما يكون تعاملك مع سطر اوامر فقط, فحطك ايضا اللي هو السوفت وير ابديت من هنا. راح اشيك على الابديتس الحين. فانت من هنا مباشره تقدر تسوي ابلاي وتنزل, على عكس ارتش لينكس تسطر اوامر فقط. طبعا ممكن تركب الادوات هذه, ممكن تروح من هنا اد ريموف سوفت وير ايضا, يعني بطل لك الوضع. بسطوها جدا 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 جدا. اذا كان يوجد مانع ما بين
يعني يحول ما بيني وبين مانجارو في الوقت الحالي انا راح استخدم مانجارو بس بعد فتره، وهو انه عندي بعض الادوات الموجوده وصعب اني ارجع اركب الادوات هذه مره ثانيه موجوده على الاكسمنت. الاكسمنت الحين صار لي فتره طويله مستقر عليها، فلحد ما اني اخلص بعض الاشعار اللي عندي ممكن انتقل على مانجارو وابدا اسوي لكم شروحات مانجارو. انتهى الدرس، اتمنى انكم استفدتوا من هذه التوزيعه العملاقه طبعا، مع انه صغيره لسه يعني عمره، يعني هي اصغر من ابونتو وصار من الاكسمنت، هي حاجه تو طالعه يعني تعتبر مو بحاجه تو طالعه لها سنوات بس هي بالعمر صغيره. ولا تنسون شوفوا الوصف في شيء حاطه لكم. سلام عليكم.